قائد منتخب غينيا بيساو مرة تانية انسو فاتي، وبنرحب بيه على شاشة قناة الأهلي، وطبعا لحديث يعلو على مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو، يقول لنا رأيه في هذه المواجهة المهمة. مساء الخير، من الشرف ليا التواجد على شاشة قناة النادي الأهلي. بنتكلم عن مباراة مهمة بالنسبة للبلدين. بالتأكيد مباراة مهمة للمنتخب المصري. تحديدا ان المنتخب المصري محتاج المباراة دي بالأخص علشان يبتدي ان هو يفرق بفارق نقاط كويس عن أقرب المنافسين. طيب طيب برضو المباراة السابقة غينيا بيساو تعادلت مع إثيوبيا سلبيا، هل من المتوقع حدوث أي تغيير على تشكيلة وطريقة لعب غينيا بعد تعادلها الأخير مع إثيوبيا؟ المباراة اللي فاتت مع المنتخب الأثيوبي كانت مباراة سلبية جدا بالنسبة لمنتخب غينيا بيساو، خصوصا إن هي كانت مباراة في الديار. كانت مباراة في المتناول، ممكن منتخب غينيا بيساو يكسبها ويجتازها بسهولة، ولكن اتفاجئنا اكتشفنا ان احنا بنلعب منتخب بيتنافس معانا بمنتهى القوة في المباراة وهو منتخب اثيوبيا، وبنتكلم عن منتخب اصعب بكتير وهو المنتخب المصري، منتخب غني عن التعريف في القارة الافريقية. للاسف المباراة اللي فاتت مع المنتخب الاثيوبي اللي انتهت بالتعادل كانت مباراة في غاية السوء. وطبعا المباراة القادمة أمام المنتخب المصري هتبقى مختلفة جدا. أعتقد بكل تأكيد هتكون مختلفة عن المباراة الماضية. إذن هل من الممكن أن نرى تغيرا في التشكيل؟ مباراة من 4 أيام، هل من الممكن أن نرى تغيرا في التشكيل غينيا وطريقة اللعب؟ بالتأكيد بالتأكيد هيكون في تغيير في التشكيل. ما اقدرش اقول ان ده هيحصل بنسبة 100%، ولكن بشكل قاطع هيكون في اكيد تغييرات. طيب فوز منتخب مصر في المباراة السابقة شايفينه ازاي في غينيا امام واحد برضو من المنتخبات القوية والتي تنافس مع غينيا ومصر في الوصول الى كأس العالم اللي هو بوركينا؟ آسف، حابب أستكمل حديثي. المباراة الماضية هي كانت مباراة زي ما قلت في منتهى السوء. في الشوط الأول بتاعها ابتدينا شوية كويس، ولكن في الشوط الثاني كان من سيء لأسوأ. بس من المتوقع ان التغييرات ربما تحسن الاداء في خلال المباراه المرتقبه بيننا وبين المنتخب المصري. من وجهه نظرك ابرز اللاعبين اللي موجودين في منتخب مصر وهيركزوا عليهم في غينيا في المباراه القادمه؟ عذرا لم اتفهم السؤال بشكل كامل. أبرز اللاعبين في منتخب مصر من وجهة نظره يعني. اللاعبين في المنتخب المصري مظبوط إذا تمام،
اعتقد ان المنتخب المصري كله يمتلك لاعبين تيمسون يونس ده ذو جودة عالية يعني. تيمسون مصطفى وتريزيجيه، تريزيجيه كفيش هم مصطفى الديفيرنس محمد وشوف الكيبا دي جبتو كمان الكيبا دي جبتو تي هم كويسة بعيدا كمان عن اللاعبين، المنتخب ألمانيا، المصري يمتلك ألمانيا شيء اوتوليزو استيماتلو نقدر نقول كيفو طريقة، يكون ميسي يعني كون باير دي مونيك ألمانيا اوتوليزو طريقة بس جوغدورز دو باير مونيك اي ايكيبا دي جيب تا فازير لا ميزما كويزا وزار كان استخدمها المنتخب الألماني في خلال 50% منافساته هي دي التدوير، جوغدورز وأعتقد دي إن جيب دي نفس الطريقة اللي جوغدورز بتعتمد دي عليها انالي فرقة المنتخب المصري. فاز موتا ديفيرنسا porque são jogadores que já se conhecem, jogam juntos e aquilo faz muita diferença. Mas وده بيصنع اختلاف uma في equipa المنتخب ou uma الواحد، seleção انك com تبقى Mohamed بتتكلم عن Salah, لاعبين com محتاجين على ان Tizinho, هم يلعبوا مع بعض، Courtois, عن لاعبين بيتم Trezeguet, تدويرهم. نقدر نقول تريزيجيه، دي هم محمد كويسة صلاح، شاطرة. زيزو، لاعبين ذو جودة عالية في حالة لا يمكن التعبير عنها او وصفها بالكلام العادي. أنا بشكرك شكرا جزيلا إنسو على وجودك معانا.